رفع كفاءة المؤسسات ده بند مهم جدا من الرؤية، وبالتالي احنا بنتكلم على ميكنة للمنظومة الخطة، بنميكن منظومة الخطة مربوطة مع المنظومة المالية في وزارة المالية، مربوطة مع بنك الاستثمار القومي، ففي متابعة دقيقة للاستثمارات اللي بتتم. أطلقنا منظومة أداء لمتابعة هذه الخطة، وأطلقنا منظومة بيان للحسابات القومية عشان نقدر من خلال التعامل المباشر والميكنة مع الوزارات إن احنا نحصل على بيانات الناتج المحلي الإجمالي بشكل دقيق، وإن احنا نقدر باستمرار نطور من هذه البيانات. ميكنا أيضا في قطاع الصحة مكاتب الصحة، وما يكن مكاتب التطعيمات، وده الحقيقة مش بس بنية معلوماتية لوزارة الصحة، ولكن هو أيضا بنية هامة جدا لوزارة التخطيط ولمنظومة التخطيط، لأننا على مستوى كل قرية عارفة المواليد والوفيات بشكل لحظي، وبالتالي بقدر أحدد احتياجاتي بشكل علمي سليم. أيضا ما يكن بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وعدد كبير من وزارات، 350 مركز تكنولوجي على مستوى المحافظات بيقدم 250 خدمة جماهيرية، ده شكل المراكز قبل التطوير وده شكل المراكز بعد التطوير. وعندنا أيضا خدمات بنقدمها مع وزارة العدل وزارة الداخلية وكافة الوزارات، قدمنا خدمات متنقلة عشان هذه الخدمات تصل إلى المواطنين في منازلهم أو في الأماكن اللي فيها كثافة. والحقيقة احنا وصلنا الى 250 مركز متنقل، بنستهدف 1000 مركز، ودول بيتموا بالشراكة والإدارة مع القطاع الخاص. أطلقنا جائزة مصر التميز الحكومي تحت رعاية حضرتك لتحفيز روح المنافسة ولتسليط الضوء على قصص النجاح. الحقيقة الجهاز الإداري للدولة به العديد من الكوادر المتميزة، يمكن بيتم أوقات تسليط الضوء على بعض الإساءات أو بعض العناصر المقصرة، ولكن لدينا العديد من العناصر الناجحة اللي محتاجة أن احنا نحفزها نشجعها ونسلط الضوء على قصص النجاح. استثمرنا طبعا استثمار في البشر وبناء الإنسان جزء مهم جدا من رؤية الدولة المصرية، دربنا 120 ألف متدرب في الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب على القيادة، في المعهد القومي للحوكمة عندنا برامج لتأهيل المرأة على القيادة، لتأهيل الشباب على القيادة، وده كله بيتم مع كبرى المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في هذا المجال.